السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبطال سنة رابعة حبيب قلبي. النهاردة إن شاء الله عندنا الجزء الرابع من مراجعة الدرجة النهائية. هنتعامل مع سؤالين من أجمل الأسئلة واللي درجاتها مضمونة معاك بأمر الله. سؤال fill in the gaps، املأ الفراغات، وسؤال الماتشنج، سؤال التوصيل. مطلوب منك يا بطل إنك تكبر الصورة وتعلي الجودة علشان تشوف كل حاجة واضحة وتشوف الكلام واضح. طبعا أفكرك إن الملف ده موجود في صندوق الوصف علشان تقدر تحمله بكل سهولة إن شاء الله. ولما بتحمل الملف انت بتحل وبعد كده بتطابق اجابتك معايا، او بتوقف الفيديو وبتبدأ تحل وبعد كده تطابق اجابتك معايا. انا بحبك جدا، ما تنساش اللايك الجميلة منك علشان انا وانت ننشر الفيديو ده لاكبر عدد من الناس. ويلا بينا يا ابطال نبدأ فيديو النهاردة. طبعا سؤال fill in the gaps هيجي لك ابسط من كده، يعني كمان احنا هنلاقيه سهل دلوقتي، ولكن ان شاء الله انت هتلاقيه في الامتحان اسهل وابسط من كده، لانه مش هيجي لك كل الكلمات دي وكل الفراغات دي، وتقريبا هيجي لك اربع كلمات وتلات فراغات، يعني هيجي لك فكره مبسطه اكتر من كده. ولكن هو السؤال سهل جدا، انت الاول بتقرا الكلمات اللي هو جايبها لك في البوكس، تعرف معاك كلمات ايه، بعد كده بتبدأ انك تقرأ القطعة وتشوف ايه الكلمات اللي احنا هنحطها، الكلمة اللي هنحطها ممكن اعمل جنبها علامة كده فوق علشان ما تلخبطش واخدها تاني. طيب انا اول سؤال معايا كده، تعالى نقرب الكاميرا كده ونشوف الموضوع اوضح بالشكل ده. بص يا بطل، انا معايا كلمة فارم لاندز، وكلمة فارم لاندز يعني اراضي زراعية، ومعايا كلمة اويسز، وكلمة اويسز يعني واحة، ومعايا كلمة environments اللي هي البيئات، ومعايا mountains اللي هي الجبال، ومعايا desert اللي هي الصحراء. طيب نقرأ كده بالراحة. بص، Egypt is a great country، يعني مصر دولة عظيمة. There are different A، يا ترى يوجد إيه مختلف في مصر؟ طبعا في مصر المختلف اللي موجود في مصر الانفايرومنتس، البيئات، في بيئة صحراوية وفي بيئة زراعية، فهنقول هنا environments. وطبعا علشان وقت الفيديو انا هعمل one، ولكن انت بتكتب حبيب قلبي في امتحانك ما تسيبش نقط فاضية، يعني ما تسيبش نقط دي فاضية كده وتقول له هنا one، ما تعملش زيي انا بس علشان وقت الفيديو، تمام؟ ولكن انت هتكتب كده environments، بتكتب. طيب توجد بيئات مختلفة، بعد كده there are a lot of ايه، يا ترى، بس خلي بالك near the Nile، بالقرب من النيل. كلنا عارفين انه بالقرب من النيل الارض جميلة وخصبة وصالحة للزراعة، يبقى there are a lot of، اكيد farmlands، توجد الكثير من الاراضي الزراعية near the Nile، بالقرب من النيل. طيب there are also، وتوجد ايضا ايه يا ترى، places with lots of sands، يا خبر ابيض، خلي بالك ساند لا تجمع، وبها الكثير من الرمال، and no plants، ومفيش نباتات. ايه ده الاراضي الايه اللي هيكون فيها رمال ومفيش نباتات؟ اراضي صحراويه اللي هي الديزرت. يبقى هنا هنكتب there are also desert places، اماكن صحراويه، مناطق صحراويه، with lots of sand، بها الكثير من الرمال، and no plants. There، وهناك في المناطق الصحراوية، you can find an، طبعا an واضحة لك قوي، an يعني بعدها اسم بيبدأ بفاول، بحرف متحرك. طيب في الصحراء في ايه؟ an oasis، واحة. Okay، you can find an oasis. You can also find high، ايه ممكن برضو تلاقي ايه عالي، هو ايه اللي هيبقى عالي يا ولاد؟ mountains، الجبال. High mountains، طبعا Egypt is a wonderful country، مصر دولة رائعة. خلي بالك انا قلت لك قبل كده ان الامتحان ده بيخدم، او الملف ده بيخدم بعضه، يعني عارف الفقرة اللي احنا قريناها دي جميلة جدا، لو انت عايز تتكلم على Egypt مثلا، Egypt's nature، طبيعة مصر، اوكي، او the nature in Egypt، الطبيعة في مصر، كلام جميل جدا. ان Egypt has مثلا different environments، بها بيئات مختلفة، وتبدأ تتكلم ان في desert وفي farmlands وفي mountains وفي oasis، الكلام ده كله ممكن يتقال.
هنيجي ل number 2. number 2 هنا بتقول لك انت معاك need ومعاك road طريق ومعاك right اللي هي يمين او صواب على حسب ومعاك green اللي هي اخضر ومعاك look اللي هي ينظر. طيب it's important to be safe من المهم ان تكون امنا on the انا هكون امن على الرود على الطريق طبعا اسمها كده to be safe on the road انك تكون في امان وانت على الطريق. you a helmet okay. طيب helmet الخوذة you need a helmet ومش عيب لو انت جربت كله you look a helmet you green a helmet you write a helmet you need a helmet you need a helmet انت محتاج خوذة on your bike وانت على العجلة. طيب you need a light ومحتاج إشارة أو ضوء إيه to cross the road to cross the road لتعبر الطريق أكيد هتحتاج green light الإشارة الخضراء. طيب you need to إيه ترى left you need to look محتاج أن تنظر. طب أنت هتنظر left and يسارا و right ويمينا before you cross the road. عاوز أقولك إن لغاية دلوقتي بتيجي الكلمات بعدد النقاط ولكن في الامتحان هتجيلك الكلمات اكتر من النقاط بمعنى ان في كلمة هتتساب من غير ما نحطها. بعد كده بيقول لي teacher تمام مدرس first اول toys العاب nervous متوتر او عصبي backpack اللي هي حقيبة الظهر. when I went to school عندما ذهبت الى المدرسة I was only 6 years old كان عندي بس 6 سنين. my a day was a good one my first day يعني يومي الأول was a good one كان يوم كويس. my first day was a good one. طيب I was إيه أنا كنت إيه في اليوم ده أكيد I was nervous أنا كنت متوتر. I didn't play أنا ما لعبتش with Bill A at school هو أنا هلعب بإيه هنا أكيد بالتويز. I didn't play with toys أنا رايح مدرسة بقى ما فيش ألعاب ما بلعبش. But I carried my بس أنا شلت إيه اللي هشيله I carried my backpack اللي هي شنطة الظهر. I carried my backpack I like my school وبعد كده أنا حبيت المدرسة because my يا ترى my مين is very kind هي ما فيش إلا teacher my teacher معلمي my teacher أو معلمتي was أو is very kind. quiet يعني هادي house يعني منزل young صغير grow زرع cars سيارات طبعا grow زرع أو نمى. تعال كده نقرأ بالراحة I will tell you about أنا أخبرك عن أو أخبركم عن the place المكان where I live اللي بعيش فيه. my A is in the village موجودة في قرية أكيد my house بيتي my house is in the village بيتي في القرية. طيب where I up طبعا انت تعرف grow up يكبر والماضي grew up كبرة where I grew up بيتي موجود في القرية where حيث I grew up هنا where يعني حيث where I grew up حيث كبرت okay. بيتي في قرية القرية اللي أنا كبرت فيها where I grew up. it was إيه ترى when my grandpa was طيب it was quiet okay. كانت هادية القرية دي كانت quiet هادية when my grandpa was لما جدي كان صغير young when my grandpa was young كانت هادية وجدي كان صغير but now ولكن الآن لا 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 دلوقتي there is a lot of noise يوجد الكثير من الضوضاء. we played football احنا بنلعب كورة in the street في الشارع when there were no لما ما يكونش في cars سيارات ما فيش عربيات طب يلا نطلع الشارع ونلعب. life then الحياة هناك في الماضي was simple كانت simple بسيطة. number 5 جايب لي cycle dangerous خطير pollution تلوث stop يمنع أو يوقف electric كهربي وبدأ يقول لي air pollution تلوث الهواء is very تلوث الهواء is very dangerous يعني خطير جدا dangerous. some countries بعض الدول and towns والمدن are trying بيحاولوا to stop
ان هم يمنعوا the air pollution، تلوث الهواء. In London، في مدينة لندن، children walk، الأطفال بيمشوا، or cycle، وطبعا cycle هنا بقى جاي بمعنى يركب عجلة. Okay، or cycle، or cycle، or cycle. Okay، or cycle to school، أو يركبوا عجلة للمدرسة. Okay. طيب بعد كده بيقول لي in Shenzhen، ودي مدينة، they use e-buses، بيستخدموا اتوبيسات طبعا electric، كهربائية. It's important to help your country، من المهم أن تساعد بلدك. To air pollution، طبعا to stop air pollution، إن إحنا نمنع تلوث الهواء، يبقى هنا 5. بعد كده بيقول لي عندك نايل، وعندك quiet، وعندك likes، وعندك teacher، وعندك village. My friend Rami lives in a big city، صديقي رامي عايش في مدينة كبيرة. It's bigger than my، المدينة دي أكبر من، أكيد أكبر من قريتي. It's bigger than my village. His house، بيته، is near the، قريب من ال، okay، قريب من النيل. ما فيش حاجة هنا ينفع يبقى قريب منها إلا النيل، يبقى هنا هقول له النايل. So he can see the river all day. Rami's father، والد رامي، is a، okay، Rami's father is a teacher، طبعا مدرس. He works in a school nearby، بيعمل في مدرسة قريبة. طيب رامي ايه his life؟ رامي likes his life، بيحب الحياة بتاعته. Because his village، لأن قريته، is quiet، هادية، and beautiful، وجميلة. بعد كده قال لك so went pizza happy songs، we went to Alexandria last week، رحنا اسكندرية الأسبوع الماضي. we ate، أكلنا، هناكل إيه هناك؟ أكيد بيتزا. we ate pizza. طيب we ate to the beach، we went to the beach. أنا لما بجرب الأربع كلمات أو الكلمات اللي فوق كلها هلاقي went هي اللي تنفع. we went، ذهبنا، we went to the beach. طيب we listened، استمعنا، هنستمع ل nice to nice songs، استمعنا لأغاني، أغاني جميلة. طيب we ate old movies، إحنا إيه أفلام قديمة؟ طبعا we saw، رأينا. we saw old movies and laughed، وضحكنا. طيب we were a at the end of the day، وكنا ايه؟ اكيد كنا happy، كنا مبسوطين. we were happy at the end of the day. طيب بعد كده عندي cheese، وعندي bus، وعندي wake، وعندي friends، وعندي fun. cheese جبنة، bus اتوبيس، wake يوقظ او يستيقظ، friends اصدقاء، fun متعة. I go to school every day، I eat up، طبعا I wake up، wake up انا استيقظ early. When I am hungry، عندما أنا أكون جعان، I have a sandwich، بتناول طبعا cheese sandwich، ساندويتش جبنة. I go by a to school، أكيد I go by bus to school، أذهب بالأتوبيس للمدرسة. I have a ترى at school، طبعا have fun، have fun هي استمتع. I have fun، I have fun at school. طيب I meet، أنا هقابل my mean، and we play and study، أكيد I meet my friends، هقابل صحابي. طيب عندك بعد كده juice، car، celebrated، comfortable. bite، bite اللي هي يعض. Yesterday was my father's birthday، we ate with a nice cake، طبعا we celebrated، احتفلنا، with a nice cake، بكيك جميلة. we celebrated. We drank، طيب شربنا، يا ترى هنشرب ايه؟ أكيد we drank juice، we drank juice، شربنا العصير. طيب I took a big A of the cake، أنا خدت إيه كبيرة؟ bite، هنا bite بقى اللي هي الإيه؟ مش يعض بقى، هنا bite بمعنى اسم اللي هي القطمة، أنا خدت قطمة كبيرة من الكيك. I took a big bite. We went out to have fun، طيب we went to buy، we went to buy car، طلعنا برا علشان نمرح وطلعنا بالسيارة. we went to buy car. but it was not، okay، بس ما كانتش ايه؟ اكيد ما كانتش مريحة. طيب ليه it was not comfortable؟ ليه ما كانتش comfortable، مريحة؟ because many people sat in the back، لان في ناس كتير جدا قعدت في مؤخرة السيارة. it was a nice day، بس كان يوم جميل على اي حال يعني. okay number 10، بيقول لك بقى في number 10، last week، الأسبوع الماضي، we went to visit my uncle، رحنا علشان نزور عمي.
He lives by the. أنا عندي فوق swam وعندي sea swam سبح وعندي sea بحر وعندي ate أكل وعندي castles قلاع وعندي sang غنى. طيب by بجوار. He lives by the sea طبعا بيعيش بجوار البحر. عمي he lives by the sea. طيب we went by car ذهبنا بالسيارة. طيب we a we and made a. خلي بالك أنا محتار بين we sang we swam. هو عموما and made castles وعملنا قلاع. طيب طالما انت محتار بين اتنين كمل. اوكي كمل لان هتلاقي واحدة منهم هي اللي تنفع. وفعلا لما اكمل هلاقي sang هتنفع هنا. We sang a lot of songs. يبقى number two اكيد swam. We swam and made castles. سبحنا وعملنا قلاع. We saw lots of nice fish. We sang a lot of songs. غنينا اغاني كتير. طيب we ate ice cream. We ate ice cream. أكلنا الآيس كريم. We were very happy. عندك في number 11 عندك Luxor, عندك car, عندك train, عندك plane, عندك interesting. People like to travel. الناس بتحب تسافر. Some people travel by. بعض الناس بتسافر بال. إيه ده؟ ده أنا عندي car وعندي train وعندي plane. يبقى أكمل. They go by air. يذهبون جوا عن طريق الجو. يبقى هي train. هي plane آسف. يبقى هي plane الطيارة. Travel by plane بيسافروا بالطيارة. طيب some travel by إيه يا ترى؟ Or bus. They go on the road وبيكونوا على الطريق. يبقى الكار. Car or bus. طالما على الطريق يبقى car or bus. When I travel to يا ترى عندما أسافر إلى. أكيد ما في معاش أسافر إلى الأقصر. When I travel to Luxor, عندما أسافر إلى لوكسور, I go by, خلي بالك, it goes on a rail, بيمشي على القضبان, يبقى طبعا train, okay, train, القطر. Travel, السفر, is very interesting, السفر شيق جدا. بعد كده عندك message, رسالة. وعندك friend صديق وعندك presentation عرض وعندك found وجد وممكن found out اللي هي عرف أو اكتشف وعندك tablet. Last week الأسبوع الماضي I had some homework. كان عندي يعني بعض الواجب. I worked with my A Rami. I worked with my friend Rami. أنا عملت مع صديقي رامي. I sent him أنا بعت له a message رسالة. My friend did research وصديقي عمل بحث on his أكيد هيعمل بحث على التابلت. طيب we a some information. أكيد we found وجدنا. We found some information وجدنا بعض المعلومات. We talked تحدثنا to plan علشان نخطط لل the presentation للعرض بتاعنا العرض التقديمي بتاعنا. بعد كده بيقول لي طيب computer interesting homework bread rice. I go to school in the morning. أنا بروح المدرسة الصبح. I do my إيه يا ترى in the evening. طبعا I do my homework. أنا بعمل واجبي in the evening في المساء. I like to do it on my. أنا بحب أعمل الواجب on my computer. On my computer على الكمبيوتر. I do research about crops in Egypt. أنا بعمل بحث عن المحاصيل في مصر. There are many وفي حاجات كتير محاصيل كتير like مثل wheat القمح and المحاصيل rice. ما تقولوش العيش طبعا العيش مش محصول. Rice رز. My research البحث بتاعي is very okay is very interesting شيق جدا. We can use wheat ممكن نستخدم القمح to make علشان نعمل طبعا to make bread علشان نعمل خبز. I use pictures to do my research. Number 14 انت معاك water ومعاك controls وcontrols تاني متكررة معلش ومعاك dam سد ومعاك stores يخزن ومعاك grow ممكن يزرع ممكن ينمو ممكن يكبر على حسب معناها. Farmers in Egypt are good people. الفلاحون في مصر ناس كويسة ناس جيدة. They eat crops طبعا grow هم بيزرعوا. They grow crops in their villages. Crops need المحاصيل بتحتاج طبعا crops need water المحاصيل بتحتاج مية. Okay بتحتاج مية. The high طبعا high dam وانا مغمض. The high dam
السد العالي helps farmers بيساعد الفلاحين to get water انهم يحصلوا على المية. It a flooding okay. المية ايه الفيضان طبعا controls بتتحكم في الفيضان. It a water وبتمنع ايه في المية او بتعمل ايه في المية طبعا stores بتخزن. It stores water بتخزن المية. It's very important to Egypt مهم جدا لمصر اللي هو السد العالي. اوكي بعد كده عندك burning حرق take cleaner city walk. بيقول لي there are a lot of ideas يوجد الكثير من الافكار to stop pollution لوقف التلوث. In some places في بعض الاماكن farmers الفلاحون want to have air عايزين يبقى عندهم هواء طبعا هواء انظف cleaner air. They stopped a rice straw هم توقفوا عن ايه قش الرز طبعا burning حرق قش الرز. Some people want to eat work بعض الناس عاوزين ايه للعمل طبعا walk يمشوا قالوا احنا هنمشي للشغل. 3 walk or a bus or take a bus او ياخد الاتوبيس مواصلة عامة. Because cars can't go into some parts لان السيارات ما بتدخلش بعض الاجزاء of the من السري من المدينة. اخر حاجة عندك hot حر عندك بدوين بدوي عندك good جيد عندك water ماء عندك soil تربة. There are people living in the desert في ناس عايشة في الصحراء. They are اسمهم ايه people طبعا اسمهم bedouin people البدو. It's sometimes very either احيانا بيكون very hot there حر جدا هناك. They need it to grow crops ومحتاجين ايه علشان يزرعوا المحاصيل. اوكي انا علشان ازرع محاصيل خلي بالك and to drink وعلشان يشربوا فما تقوليش soil محتاجين soil ما انا بقولك علشان ازرع واشرب يبقى علشان ازرع واشرب يبقى مية water اكمل للاخر دايما ما تكونش متسرع. They also need fertile هنا بقى fertile soil. Fertile soil هي التربة الخصبة. They also need fertile soil محتاجين تربة خصبة. To help crops get energy. Bedouin people, البدو, are very adapting في التكيف to live in this place. يبقى Bedouin people are very good. Good يعني جيد. Good at, جيد في adapting التكيف أو التأقلم to live in this place. العيش في هذا المكان. طيب ده كان الجزء الأول من فيديو النهاردة. اتكلمنا فيه على سؤال فين the gaps. بعد كده احنا هيكون عندنا الجزء الثاني دلوقتي هنتكلم فيه على سؤال ماتشنج ازاي تتعامل مع سؤال ماتشنج. يلا يا بطل. طيب في الجزء الثاني اللي هو احنا بنتدرب فيه على سؤال الماتشنج خلينا متفقين ان احنا الاول هنقرا العمود ده والعمود ده الكولوم A والكولوم B تمام يعني دي حاجه ما فيهاش نقاش خلاص. قبل ما نحل احنا بنقرا العمود ده كامل والعمود ده كامل على الأقل على الأقل أنت تقرأ الجملة دي وتقرأ العمود ده كامل ولكن الأفضل أنك تقرأ two columns الأول ولكن أنا مش هعمل كده لسبب بسيط وقت الفيديو تمام. أنا بتكلم في كام في 14 سؤال أنت هيبقى عندك سؤال واحد بس في الامتحان ولكن أنا بتكلم في 14 سؤال فالأمر عندي مختلف شوية أنا هبدأ أحل على طول ولكن أنت بتقرا العمود ده والعمود ده وزي ما قلت لك او افكرك انك بتوقف الفيديو وبتحل وبعد كده بتطبق حلك معايا. السؤال في الامتحان برضو هيجي لك ابسط من كده برضو يعني هيجي لك اسهل من كده ان شاء الله. اوكي تعالى نبص على اول سؤال ماتشنج اول سؤال توصيل. هو هنا بيقول لي places الاماكن with water الاماكن اللي فيها ميه usually have عاده بيكون فيها اوكي. طيب الاماكن اللي فيها ميه usually have طبعا انا مش هروح بعيد ولا حاجه انا هبص جنبها fertile soil تربه خصبه in a temperate climate ومناخ معتدل يبقى انا هاجي هنا واعمل 1 وده الافضل من التوصيل اوكي لانك ممكن تيجي توصل فالخطوط تدخل في بعضها وبدل ما ندخل كده مثلا انا بصحح الاقي نفسي نزلت مش عارف فين فنكتب numbers هنا هتكون شكلها اظرف واجمل. Can you help me Okay. Can you help me؟ واضح ان انا بسأل اكيد هتتوصل بحاجة اخر علامة استفهام. Can you help me pull out this old metal box؟ ممكن تساعدني ان احنا نشد الصندوق المعدني ده القديم ده هنا تو.
authors، كلمة authors بابا اللي هم المؤلفين. طيب authors write stories، المؤلفين بيكتبوا قصص أو بيألفوا قصص and movies وأفلام. okay بيألفوا قصص وأفلام. وبعد كده أقول له we have many famous authors in Egypt، إحنا عندنا مؤلفين مشهورين جدا في مصر. هنا 3. طيب we color eggs in شم النسيم، إحنا بنلون البيض في شم النسيم. and وإيه كمان في شم النسيم؟ and we go to the park with our families، وبنطلع الحديقة مع أسرنا. يبقى هنا 4. Egyptians are full of energy، المصريين مليانين طاقة، ناس كده مفعمة بالطاقة. More than half of Egyptians، أكتر من نص المصريين، are under the age of 30، هم تحت سن الـ30، فهم بالتالي مليانين طاقة. هنيجي لنمبر 2 هنا، بيقول لي بص، the word mistakes، كلمة mistakes has the same sound، فيها نفس صوت أكيد as the word cakes، mistakes cakes نفس الصوت. هنا 1. Egypt's culture، ثقافة مصر is rich، okay يعني مصر ثقافتها غنية. we should be proud of، يجب أن نكون فخورين ب our beautiful country، ببلدنا الجميلة مصر. the Nile is too long، النيل ده النيل okay طويل جدا، هو عامل زي السفر لمركز الأرض، كأني هنزل كده الأرض لغاية منتصف الأرض. It's like traveling to the center of the earth، هو زي السفر لمركز الأرض. يا سلام لو جالك باراجراف على the Nile، يا سلام قول له طبعا طبعا الجملة دي the Nile is too long، it's like traveling to the center of the earth، وطبعا تقول له the Nile has two branches، the Nile runs in Egypt، بيجري بطول مصر. we need the Nile water، بنحتاج مية النيل for drinking، في الشرب and growing crops، وزراعة المحاصيل. كلام كتير جدا يتقال على the Nile. The city life، number 4 بقى، the city life، حياة المدينة is good، جيدة. and the country life is good too، طيب وحياة الريف جيدة أيضا، ده كويس وده كويس. okay احنا طبعا هنا نسينا نكتب 3. طب حياة المدينة كويسة وحياة الريف كويسة، في اختلاف، different people، الناس المختلفة like different things، بيحبوا أشياء مختلفة، في ناس تحب دي وناس تحب دي، فهنا number 4. طيب number 5 هيقول لك we make a lot of movies، okay احنا بنعمل أفلام كتير، بننتج أفلام كتير. we make a lot of movies and we have authors، وعندنا مؤلفين، بننتج أفلام وعندنا مؤلفين who won important prizes، فازوا بجوائز مهمة. يبقى هنا 5. طبعا في الامتحان انت ممكن يجي لك كولم أكتر من التاني، يعني الكولم B ممكن يكون أكتر من كولم A، بحيث ان يتفضل جملة في كولم B في العمود B تسيبها ملهاش إيه، ملهاش حاجة، مش هنوصلها بحاجة. طيب هنا بيقول لي we need water، احنا محتاجين مية أكيد to help our crops grow، علشان تساعد محاصيلنا ان هي تكبر. where do Bedouin people live، أين يعيش البدو؟ طبعا they live in the desert، بيعيشوا في الصحراء. we were in the village، احنا كنا في القرية. where we grew up، حيث كبرنا، القرية اللي احنا كبرنا فيها. the temperate climate، يا بابا اللي هو المناخ المعتدل اسمه temperate climate. the temperate climate isn't، ليس too hot، ليس حر جدا، or ولا too cold، ولا برد جدا. هنا 4. طيب how many bottles of، كم عدد زجاجات ال، اكيد bottles of حاجة سائل، مثلا bottles of cola. how many bottles of cola did you have today، كم عدد زجاجات الكولا اللي انت شربتها النهاردة. هنا 1. I clean my bike، أنا نظفت العجلة بتاعتي. and removed the old metal، وأزلت المعدن القديم اللي عليها. when I travel by plane، لما أسافر بالطيارة، معنى كده I go through the air، أذهب جوا أو عبر الجو. there are، يوجد a lot of trees، الكثير من الأشجار، أكيد in the forest، في الغابة، فيها أشجار كتير في الغابة. number 5 هيقول لك there are two ways of showing this information، في طريقتين علشان توضح بيها المعلومة دي، طبعا the bar graph and the pie chart، okay الرسم البياني والمخطط الدائري. هنا 1. my grandpa's birthday، عيد ميلاد جدي، was very special، كان حاجة يعني مميزة جدا، كان عيد مميز جدا، عيد ميلاد مميز جدا. we all had fun، وكلنا استمتعنا فيه. we all love to give presents، بص احنا كلنا بنحب نعطي هدايا.
بس الأمتع it's even more fun to open presents. إحنا نفتح هدايا حاجة أمتع. هنا 3. نمبر 4 بيقول لي باسم looks a bit green. باسم شكله كده متعب قليلا. He ate many slices of cake. أكل كيك كتير جدا. يبقى هنا 4. The coffee is too hot. القهوة سخنة جدا. It will burn my tongue. هتحرق لساني لو أنا شربتها. And number 6 بيقول لي هنا in musical chairs game, في لعبة الكراسي الموسيقية. Okay. We need chairs. محتاجين كراسي. شوف احنا بنقرأ الآخر. لأن انت عندك هنا a player tries to find the others. في لاعب بيحاول يلاقي التانيين وده في hide and seek. يبقى هنا we need chairs. محتاجين كراسي. هنا 1. The bird's feathers are blue and yellow. ريش الطائر أزرق وأصفر. It's colorful. الطائر ده ملون مشبع بالألوان كده ومبهج. Did you eat a piece of cheese last night? أو أنت أكلت قطعة جبنة الليلة الماضية؟ Yes I did. It was delicious. وكانت لذيذة. In hide and seek game, أهي دي بقى في لعبة الاستغماية. A player tries to find the others. في لاعب بحاول أن يجد الآخرين. هنا 4. The city is beautiful. المدينة جميلة. And full of bright lights. ومليانة أضواء لامعة. And the country is quiet. والريف هادي and beautiful. وجميل. طيب بعد كده بيقول لي the Nile. النيل is home. حلوة قوي برضو الجملة دي لو انت بتكتب paragraph على the Nile. The Nile. النيل is home for. موطن لي. Okay. Different kinds of fish and birds. Different kinds of fish. أنواع مختلفة من السمك and birds والطيور. عمر ate too much candy. عمر أكل حلوة كتير جدا. وبالتالي he looks a bit green. يبدو متعبا. Egyptians are very hospitable people. المصريين بيكونوا شعب ضياف كريم حسن الضيافة. فول مدمس is a famous Egyptian food. هو طعام مصري مشهور. We all like to eat it. وكلنا بنحب ناكله. We went to the beach yesterday. احنا رحنا الشاطئ امبارح. It was fun. وكانت حاجة ممتعة. Okay, number 8. The OO in the word food. ال OO في كلمة food وهي طبعا long O. Is the same as هي نفس ال the OO in the word school. نفس ال OO في كلمة school. هنا 1. Humans are good at adapting. البشر جيد جدا في التأقلم والتكيف. They can live in the most difficult environments. بيقدر يعيش في أصعب البيئات. هنا 2. We went to the beach last weekend. احنا رحنا الشاطئ العطلة الماضية. Okay. We swam in the sea. سبحنا في البحر and caught fish. واصطدنا سمك. That shirt has red, blue and green stripes. القميص ده فيه بقى خطوط كده خضراء وزرقاء وحمراء. It's very colorful. هو ملون جدا ومشبع بالألوان. كحك or delicious cookies. الكحك ده يعني بسكويت كده لذيذ. We use nuts, sugar and honey to make كحك. Okay. هنا بقى بيقول لك مريم wants to do a research. مريم عايزة تعمل بحث on the fennec fox على ثعلب الفنك. بعد كده she logged into a library website. دخلت على موقع المكتبة and created a password. وأنشأت كلمة مرور علشان تعمل الريسيرش. How many branches does the Nile have in Egypt? هو كم عدد البرانشز الأفرع لنهر النيل في مصر؟ طبعا 2 branches فرعين. My dad works in the city. بابايا بيعمل في المدينة. Okay. He goes to work. بيذهب للعمل by bus بالأتوبيس. ليه؟ To stop air pollution. عشان يمنع تلوث الماء. In China في الصين they have electric buses. عندهم أتوبيسات كهربائية. These buses الأتوبيسات دي do not make air pollution. ما بتعملش تلوث هواء. The OO in the word food. Okay. لسه عاملين السؤال ده. Is the same as the OO in the word school. Number 10
I know a lot about chameleons. You know chameleons, الحرابي. أنا أعرف الكثير عن الحرابي. But ولكن I need to do more research. أنا أعرف حاجات كثير عنهم بس أنا عاوز أعمل بحث كمان بحث أكتر. Don't copy information. لا تنسخ المعلومات. ما تاخدهاش نسخ. Okay. Find ideas. أنت هتجيب أفكار and write your own words. وتكتب بأسلوبك بكلماتك الخاصة. There are two ways of showing this information. في طريقتين لتوضيح هذه المعلومة. The bar graph and the pie chart. لسه عاملينها. What is the girl doing? ماذا تفعل البنت؟ البنت دي بتعمل ايه؟ She is cleaning the beach. بتنظف الشاطئ. We use social media. طب احنا هنستخدم السوشيال ميديا اللي هي التواصل الاجتماعي to share ideas لنتشارك الافكار and have fun. ونمرح ونفرح ونستمتع. Okay, number 11. The word rain, كلمة rain has the same sound, فيها نفس صوت as the word train. Long A هنا. A, rain, train. Rana walks to school because Rana بتمشي للمدرسة. Okay? Rana تمشي للمدرسة. Because her school, لأن مدرستها is near her house. قريبة من بيتها. You must wait for the green light. انت لازم تقف كده وتستنى الإشارة الخضراء before you cross the road. قبل ما تعبر الطريق. We all love to give presents. كلنا بنحب ندي هدايا. بس الأمتع it's even more fun to open presents. ان احنا نفتح الهدايا. You can learn interesting things online. انت ممكن تتعلم حاجات كتير جدا شيقة على النت. ودي من مزايا السوشيال ميديا. This is one of the pros. Pros يعني مزايا عكس cons عيوب. This is one of the pros of social media. دي أحد مزايا السوشيال ميديا. طيب هنا My favorite transportation. وسيلة المواصلات المفضلة بتاعتي is the train. هو القطار. I love traveling on rail. On rail يعني على القضبان. أنا بحب أسافر على قضبان السكة الحديد. We can't always see chemicals. احنا مش دايما بنشوف الكيميكلز اللي هي المواد الكيميائية. But ولكن they are dangerous to us. ولكن هم حاجة خطيرة علينا. Humans are good at adapting. البشر جيد في التكيف في التأقلم. They can live in the most difficult environments. بيعيشوا في أصعب البيئات. That shirt has red, blue and green stripes. القميص ده فيه خطوط حمراء وزرقاء وخضراء. It's very colorful. هو ملون ومشبع بالألوان. You shouldn't contact people. لا يجب أن تتصل بالناس. You don't know. لأنت متعرفهمش. تتصلش بيهم. We color eggs. إحنا بنلون البيض إن شم النسيم. And we go to the park with our families. في أسئلة كتير متكررة. Read the road signs. اقرأ وتعرف واعرف إشارات الطريق. They give you important information about roads. إنهم بيدولك معلومات مهمة كي عن الطريق. Egyptians are full of energy. المصريين مليانين طاقة. More than half of Egyptians. أكتر من نص المصريين are under the age of 30. تحت سن الثلاثين. The metro is my favorite transportation. المترو هو وسيلة المواصلات المفضلة بتاعتي. It's fast and clean. هو حاجة سريعة ونظيفة. آخر حاجة. Egypt made the longest beach cleanup. إن مصر قامت بأطول عملية تنظيف للشاطئ في ألكسندرية في اسكندرية in 2021. I'm helping stop air pollution. أنا بساعد في منع تلوث الهواء. Okay. I use energy saving light bulbs. أنا بستخدم مصابيح إنارة موفرة للطاقة. كحك are delicious cookies. الكحك ده عبارة عن كوكيز بسكويت لذيذ. We use nuts, sugar and honey to make كحك. When you travel by plane, لما تسافر بالطيارة, you go through the air. أنت تسافر جوا. The word mistakes has the same sound as the word cakes. Mistakes, cakes, نفس الصوت.
انت وصلت لنهاية الفيديو، كملت الفيديو معايا، انا بحبك جدا، شكرا قوي انك كملت الفيديو للاخر. وطالما كملت الفيديو للاخر والفيديو عجبك، فياريت بقى اللايك الجميلة منك، علشان انا وانت نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من الناس. Thank you حبيب قلبي for watching، شكرا للمشاهدة، ونلتقي قريبا جدا ان شاء الله في فيديو جديد. وبكل اسف خلاص خلصنا، احبك جدا، سلام، goodbye.